أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيق جديد يتيح تشغيل نظام ويندوز على مختلف الأجهزة بما في ذلك أجهزة ماك وآيفون وآيباد وأجهزة أندرويد والحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز. وسوف يوفر التطبيق للمستخدمين الوصول إلى نسخة ويندوز المستندة إلى السحابة من مصادر مثل ويندوز 365 وAzure Virtual Desktop وريموت ديسكتوب، حيث يتميز التطبيق بواجهة قابلة للتخصيص بالإضافة إلى دعمه لعدة شاشات مما يسمح بالعمل عبر شاشات متعددة بسلاسة. ويدعم التطبيق ميزة إعادة توجيه USB التي تمكن المستخدمين من توصيل أجهزة مثل كاميرات الويب وأجهزة التخزين والطابعات بحواسيبهم السحابية ليعملوا وكأنها متصلة محلياً. هذه الميزة تجعل العمل عن بعد أكثر فعالية وكفاءة، كما صمم التطبيق بشكل أساسي لحسابات العمل والمدرسة من مايكروسوفت، ويهدف التطبيق إلى توفير تجربة أكثر توحيداً للمستخدمين الذين يعتمدون على ريموت ديسكتوب، ويتيح أيضاً خدمات أفضل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمنح المستخدمين المزيد من المرونة من خلال السماح لهم بالوصول إلى تجربة ويندوز الخاصة بهم من أي جهاز وفي أي مكان.